الحساب ده بيدخل لي أكتر من 500 دولار شهريا. خليكم معايا خطوة بخطوة أشرح لكم إزاي نقدر نعمل حساب زي ده، وكله يطبق بنفس الطريقة، وكل واحد يبقى عنده حساب زي ده يدخل له دخل سلبي شهري بإذن الله تعالى. قبل ما نبدأ ما تنسوش تشتركوا في القناة وتفعلوا جرس التنبيهات، تعملوا لي لايك على الفيديو، ويلا نبدأ بعد الانترو. ورجعنا لكم مرة تانية بعد الانترو. السلام عليكم ورحمة الله، أخوكم محمد معاكم، ونبدأ نتوكل على الله نشرح طريقة النهاردة. هنقسم طريقة النهاردة لثلاث خطوات رئيسية. الخطوة الأولى نروح على منصة التيك توك. طبعا احنا عارفين ان التيك توك دلوقتي طالع وهو الترند عالميا، والمستخدمين اللي فيه عدد خيالي. لو دخلنا على السيميلر ويب عشان نشوف كام شخص بيخشوا على التيك توك وبيستخدموا التيك توك، هنلاقي ان التيك توك واخد الجلوبال رانك 15، رقم كبير جدا جدا من المستخدمين عليه، 1,770,000,000 شهريا بيخشوا على التيك توك. فده ان كان يدل على شيء يدل ان التيك توك هو دلوقتي المنصة رقم واحد اللي نقدر نستخدمها ونعمل منها ربح اسرع من باقي المنصات في السوشيال ميديا كلها تقريبا. يبقى الخطوة الاولى احنا هنروح على التيك توك نفسه، هنخش على السيرش بتاع التيك توك ونكتب make money online. هتطلع لي النتائج بالميك ماني اونلاين، هتطلع لي نتائج الفيديوهات اللي واخده اكتر تفاعل واللي واخده اكتر فيوهات ولايكات. هنقعد نعمل سيرش في الفيديوهات دي، هنشوف ايه الفيديو اللي واخد مثلا، يعني ده واخد 1,800,000 وده واخد 736,000. هنختار فيديو من دول فليكن الفيديو ده مثلا، نختار الفيديو وناخد اللينك بتاع الفيديو كوبي. بعد ما خدنا اللينك بتاع الفيديو هنخلي اللينك عندنا في نوت باد عشان ما يروحش مننا، وكده الخطوة الأولى خلاص خلصت. الخطوة التانية اللي عندنا النهاردة إن احنا ندخل على منصة فايفر، وهنعمل سيرش على تيك توك فيديو ادز، او هنعمل سيرش على تيك توك فيديو ميكر مثلا. طبعا انا عملت ريسيرشات كتير لحد ما وصلت للسيلر دي. السيلر دي افضل واحده تقريبا، انا جربت اكتر من سيلر، السيلر دي افضل واحده واسعارها افضل اسعار. هنخش على السيلر نفسها ونعمل كونتاكت سيلر. طبعا انا في ما بيني وما بينها حديث كتير لان انا عامل معاها شغل كتير جدا. هندخل عليها وهنقول لها بالتحديد احنا عايزين نعمل موديلنج للفيديو ده. زي ما انتم شايفين هنا انا ببعت لها رابط الفيديو من التيك توك زي ما هو، اقول لها عايز موديلنج للفيديو ده. وحطي لي كول تو اكشن، عايز الناس تعمل لايك، عايز الناس تعمل فولو، عايز الناس تخش على اللينك اللي في البايو. دي الخطوة التانية. بعد ما ننتهي من الخطوة التانية، الخطوة التالتة معانا ان احنا هنروح على منصة التسويق بالعمولة اللي احنا بنشتغل فيها، ونخش نختار عرض معين حسب طبعا الفيديوهات اللي احنا اخترناها في الميك ماني اونلاين. فلازم ان احنا نختار عرض يخص الميك ماني اونلاين، فهنخش على الاي بزنس والاي ماركتنج. هنختار عرض من العروض دي، انا طبعا كنت بشتغل على اول عرض ده. هنختار عرض من العروض دي، هناخد البرموت، هنعمل برموت، ناخد رابط التسويق بالعمولة بتاعه ونخليه عندنا في نوت باد. ودي الخطوة الثالثة. طبعا عشان التيك توك يسمح لك ان انت تحط لينك في البايو بتاعك لازم تكون عديت الـ1000 فولور.
طبعا 1000 فولور دول انا وصلت لهم تقريبا بعد اول فيديو، وانا في تاني فيديو وصلت لل1000 فولور، كانوا وصلوا 1300 فولور في تاني فيديو بالظبط، لان المحتوى اللي احنا اخترناه نشتغل عليه اللي هو الميك ماني اونلاين ده محتوى مطلوب عالميا في كل حتة، وزي ما انتم شايفين عدد اللايكات والمشاهدات اللي جاية على الفيديوهات ضخمة، يعني 11000، 37000، عندي 7000، عندي 14000، 52000، 21000، فالمحتوى مطلوب، وانك تعمل الصفحة بتاعتك تكبر في المحتوى ده مش صعبة ابدا، بالعكس انت بمجرد ان انت تبدأ اول فيديو وتاني فيديو هتلاقي العدد وصل معاك. بعد كده لازم تعمل بايو كويس، انا هنا اخترت بايو عملت سايد هاسل كوين، وحطيت طبعا كول تو اكشن، انا دلوقتي بسوق العرض تاني، انا كنت بسوق عرض العرض اللي هو بتاع الجوبز ده، جيت بيت تو يوز فيسبوك، دلوقتي انا بسوق العرض تاني يخص التيك توك نفسه، فبحط الكول تو اكشن، وطبعا بحط رابط الافيليت بتاعي. طبعا بالنسبه للسيلر دي، لو انت عايز تدور سيلر بنفسك، طبعا قلت لك انا الكلمه المفتاحيه اللي تدور بيها، ولو عايز نفس السيلر انا طبعا عملت ريسيرشات كتير، فهسيب لكم برضو رابط يدخلكم على السيلر دايركت، هسيبه لكم في صندوق الوصف تحت. وده شرح النهارده يا جماعه، شرح بسيط وسهل وسريع النهارده، جبت لكم طريقه سريعه وسهله للناس اللي عايزه تبني باسيف انكم اونلاين، لان انت لما بتبني حساب زي حساب التيك توك ده وعليه فولورز وبيتابعوك باستمرار تقدر تسوق، زي ما انا عملت اكتر من عرض، انا سوقت العرض بتاع الكليك بانك عملت منه ارباح كويسه، ودلوقتي بجرب في عرض تاني، فبناخد عرض عرض ونجرب فيه، وطبعا ده بيبقى عندك فولورز لان انت كده بتبني قاعده ليك، بيكونوا عندك اي عرض هتقدر تسوق له، هتغير العرض، هتعمل اي حاجه فيه، لان دول بيكون انت بنيت اسيت، بنيت اساس على الانترنت، لان المتابعين دول هيكونوا عندك فور ايفر، يعني لحد ما انت تقفل الحساب او الحساب يحصل فيه اي حاجه. ولو فيديو النهارده عجبكم يا ريت ما تنسوناش من دعمكم لينا بعد اذنكم، لو نعمل لايك على الفيديو ونعمل شير لو اي حد تاني هتعجبه الطريقة نشير مع الطريقة، وبعد اذنكم لو نعمل اشتراك في القناة ونفعل جرس التنبيهات، وان شاء الله اشوفكم في الحلقة القادمة.